توا الفترة الحالية تكلمت مع المدرب، فرحان بالرصيد البشري المتوفر. إذا كان في حاجة لانتدابات إن شاء الله نقوم بها في الأيام القليلة القادمة، مانيش مزروبين بشوية بشوية، عندي التزام مع جمهور النادي الإفريقي اللي الانتدابات تكون في بقعتها وتكون صحيحة وتكون مركزة وتعطي لي الإضافة. هذا هو النوع بي، دونك ما نحبش نتسرع. عندنا المجموعة نتاعنا طيبة وباهية، وإن شاء الله بشوية بشوية نحاولوا نطوروا من المجموعة اللي موجودة عندنا، باش نعاونوا الإطار الفني، باش نعاونوا الملاعبية، باش نحيطوا بهم، وبشوية بشوية باش نقوموا إن شاء الله بالانتدابات. الإمكانيات المادية موجودة، فما حتى شك في هذا، رئيس النادي مستعد باش يضخ الأموال، لكن يلزمنا نتربصوا بشوية بشوية ونشوفوا شنو نقايصنا بالضبط. مدروسه بطبيعه الحال، انا قلت لك عندي التزام مع جمهور النادي الافريقي، الانتدابات لازم تكون موجهه وتعطي الاضافه لا اكثر ولا اقل. نجم نتدب عدد من اللاعبين وكم من اللاعبيه وما يعطيوك حد شيء، دونك انا بالنسبه لي انا بور لو مومون يلزمني نقيم المجموعه اللي عندنا بالتعاون مع الاطار الفني والخيل المسؤولين اللي معنا، شوفوا ناقصنا وبشويه بشويه ان شاء الله نوعد الجمهور اللي في القريب العاجل النادي الافريقي بشجع على السكه الصحيحه بحول الله.